المسيح، مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. أنتم الآن بتشاهدون على الهواء مباشرة، وأيضا على صفحة الفيسبوك للمرأة المسلمة مباشر أيضا. مرحبا بكم جميعا. حلقة النهاردة هي حلقة الأخبار المتنوعة والهامة اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمها لكم في أول كل شهر. حلقتنا النهاردة بعنوان الأسود ليس من ألوان الطيف. الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة هي رسالة خاصة للعابرين، بما إن رمضان على الأبواب وكتير من العابرين بيسألونا نعمل إيه مع أهلنا، نصوم ولا لأ، ينفع أصوم لو حتى لو أنا قصدي يعني إن أنا هصوم للمسيح. كل دي أسئلة وحاجات إحنا يعني واردة، وطبعا أنا زيكم كعابرة كان عندي نفس الأسئلة، وفي ناس ادتني إجابات وقتها اكتشفت بعد كده إنها كانت إجابات غلط، علشان أنا ما دورتش ورا الإجابات دي جوه الكتاب المقدس وربنا بيقول إيه، وسمعت صوت الروح القدس اللي جوايا بيقول إيه، لكن سمعت تعليمات من ناس ادوني يعني ردود على قد فهمهم لحياة العابر ممكن تكون إزاي. علشان كده أنا هشارك النهاردة معاكم اللي ربنا علمهولي من خلال خبرتي الخاصة، وأيضا الدراسة الكتابية، وأيضا الخبرات والأسئلة اللي بتجيلنا من العابرين. إيه مقياس الصح والغلط اللي لازم نلتزم بيه؟ أولا أبتدي بالمقياس. الكتاب المقدس هو مقياس كل أمور حياتنا، يعني دي قاعدة عامة كده تاخدوها. أي حاجة تخالف الكتاب ما ينفعش تكون في حياتك وحياتي، لأنها هتكون مصدر لضعف في حياتك ومصدر لخطية. لما بنخالف قانون الله ده بيفتح الباب للشيطان لأنه يتدخل بحياتنا ويضع زي ما تقول كده إيه، مش عارفة يعني ايه تراب، يعني زي يحفر لك حفرة كده تقع فيها فتتكعبل زي الخية. شكرا، دي حاجة كويس، تعبير كويس. الشيطان دايما بيضع الفخاخ دي في حياتنا، الفخ يتفتح لو الخطية دخلت، والخطية هي كسر الوصية او يعني مخالفة قانون الله او اللي الله عايزه في حياتك، وده سبب خطورة في حياة العابرين، في حياة المؤمنين عموما. يعني مثلا في حياة العابر احنا خارجين من دين بيقولك يعني ماين امورك، ما ينفعش ما يجراش حاجة لو انت مضطر، قول لهم حاجة وانت قول في قلبك حاجة، خلي عندك نية مش عارف ايه. الكلام ده ما ينفعش مع المسيح، هو يا ابيض يا اسود، ما فيش حاجة بين البنين. يعني ما نكذبش او ننكر المسيح أو نشارك في عبادات زي الصلاة مثلا، أو نكسر وصية من وصايا الله في الكتاب المقدس، دي حاجات ما تتعملش في حياتنا. طبعا أنا عارفة إن ده كلام صعب، وإن مشاعر الخوف هي أول حاجة الشيطان بيضربنا بيها، لكن يعني أول حاجة لازم نتعلم إننا نفكر فيها، أولا أننا مش بنعبد نفس الإله اللي كنا بنعبده. الإله بتاع الإسلام اللي منفصل عننا تماما وما بيهموش تفاصيل حياتنا، لما اتحولنا، وأنا أعني الكلمة دي، كلمة التحول دي معناها كبير، التحول في تغيير. يعني إحنا الآن بننظر إلى إله بيقول لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، بيقول لك لا تخف ولا تخافي لكل واحد بصورة شخصية. اتحولت لهذا الإله، ظهرك لهذا الإله يعني سبب الظلمة والشر، والآن تنظر إلى الله اللي بيقول لك أنا أجد لك مخرج، أنا الرب إلهك أدافع عنكم. والكثير من الوعود اللي ربنا حطتها لينا في الكتاب المقدس وبتتحقق في حياتنا فعلا. أخويا وأختي، مش هتختبروا قوة الله إلا إذا عرفتوا واعتمدتوا عليه بالكامل وصدقتوا اللي بيقوله.
اللي الرب بيقوله في الكتاب المقدس هو الحقيقة، وهو اللي بيوعد بيه بيوفيه. احنا لسه خارجين دلوقتي من عيد القيامة والاحتفال بالقيامة، وقلنا ايه؟ انه المسيح قام واقامنا معه. والعبارة المهمة جدا اللي قالوها التلاميذ وقالها المؤمنين عبر التاريخ، انه المسيح كما قال فعل، قال حقوم بعد ثلاثة أيام وقام فعلا بعد ثلاثة أيام. إذن هو كما قال يفعل في حياتك وفي حياتي، لازم نصدق ده. يبقى الأول مرجعنا الكتاب المقدس ونغير مفهومنا عن تدخل الله في حياتنا. ربنا اللي دعاكي أنت وإنت تتبعوه النهاردة، هو ثابت وموجود معاكم، لا بيغير رأيه ولا بيسيبك، متدخل في حياة أبنائه وشخصي جدا. افهموا ده عن الله القادر القدير. النقطة الثانية، في عابرين ما زالوا في أول الطريق، عايشين في بيوتهم مع أهليهم ومحدش يعرف عن التغيير اللي في حياتهم ده، أو عايشين في بيوتهم وأهلهم عارفين أنهم عابرين. في نوعين من العابرين، وفي عابرين خرجوا بره وبيروحوا يزوروا أهليهم من هنا لهنا. مراعاة عادات وتقاليد العائلة والمشاركة معاهم دي من أداب المعاملات الإنسانية. في وقت رمضان معظم بيوتنا بيكون ده وقت عائلي ولمة وأكل ومسلسلات وفوازير وكل ده. في أمرين مهمين قوي نعملهم في الوقت ده علشان خاطر الأمور ما تتلخبطش معانا. أولا، إحنا ما نشاركش في أي حاجة تخالف قانون الله زي ما قلنا، و يعني مشاركتنا مع أهلنا لازم يبقى لها أشكال. أنا هديكوا اقتراحين، يعني نخدم أهلنا بكل الطرق الممكنة، دي نمرة واحد. يعني لو أنت زوجة أو أم، كرسي يومك للصلاة من أجل كل فرد في أسرتك، وأنت بتطبخي وأنت بتنظفي وأنت بتحمي العيال، كل طبق تغسليه تصلي من أجل اللي أكل فيه، تصلي من أجل خلاصهم وسلام بيتك وسلامة عيلتك وخلاص جوزك وخلاص أولادك وخلاص أبوك وأمك. تكوني يمكن أكتر صبر مع الأولاد والزوج، أكتر محبة، تقدمي غفران وتسامح. خلوا بالكوا، أنا وإنتوا عارفين المسلم والمسلمة بيبقى شكلهم إيه في رمضان. غضب ربنا كله بيبقى طالع ونازل في دماغنا وإحنا قاعدين صايمين، ونقول برضه اللهم إني صايم وصايمة، مش كده؟ مفيش الكلام ده. لكن وإنتي تحت محبة الله الحقيقي يسوع المسيح اللي واقف جنبك ومعاكي ومسندك، تقدري تقدمي كل ده بمنتهى المحبة والتسامح. لو انت ابنة، ساعدي وشيلي الحمل عن أمك وأفراد الأسرة، اسألي الرب كل يوم انه يديكي فرصة لخدمة الجميع، تكوني صورة لمحبة الله. لو انت زوج، ساعد مراتك، خفف الحمل عنها، شاركها في كل مهام البيت، تخطى حدود التقاليد القديمة، عدي بقى الحاجات دي، وفي إنك ما تغسلش، ما تنظفش، ما تمسحش، ما تطبخش، ما تغسلش مواعين، اكسر كل القواعد دي وقدم محبة. الفكرة إننا نخدم من حولنا كما علمنا المسيح. المسيح عمل إيه؟ اقتذر وغسل أرجل التلاميذ. أنت تتمثل بالمسيح، وأنت تمثل بالمسيح، ده شرف عظيم ليك وليا. لكن يعني أيضا اللي احنا بنسعى ليه، زي ما قال كده الرسول بولس، إنكم قال كده كونوا متمثلين بيا كما أنا أيضا بالمسيح. كل حاجة فينا لازم تكون زي إلهنا أبونا. أنت الآن لا تتعامل مع إله مجرد إله تعبده عن بعد، ولكن بتتعامل مع أبوك السماوي، في علاقة تربطك بأبوك، تقدر تروح له وتتسند عليه، فتكون مثل لي. الصلاة من أجل العيلة، خدمة العيلة، أنك تظهر شكل المسيح في محبته، دي نقطة. الحاجة الثانية، أنه ما فيش مانع أنك تصوم معاهم، لكن بطريقة مختلفة. مثلا الطريقة المختلفة انك تصوم من اجلهم. خليني اشرح لكم اولا فكرة الصيام في المسيحية ببساطة. هديكوا قواعد سريعة
ما عنديش وقت أشرح، لأني عايزة أقول لكم أنه يعني في حلقات عملناها عن الصيام تقدروا تشوفوها. الرب لم يفرض علينا صيام، المسيحية ما فيهاش صيام فردي. الكنائس التقليدية حددت بعض الأصوام علشان يكون هناك وحدة بين المؤمنين في الصيام والصلاة مع بعض. الصيام أمر تطوعي وأسلوب حياة في العبادة، شيء شخصي بينك وبين ربنا، الناس ملهاش علاقة بيه خالص. الصيام مرتبط ارتباط أساسي بالصلاة. الملك داود لما كان بيدخل في أزمة كان يلبس المسوح، يعني يلبس الهدوم القديمة المقطعة، ويقعد كده على وشه قدام الله يصلي ويصوم إلى أن الرب روح الله يتكلم معاه ويستجيب أو يبعث له رسالة، ويعني يكون فيه نهاية للأمر اللي بيصوم من أجله. الصيام أيضا مش عن الأكل والشرب أو أنواع الأكل اللي بتتاكل، لكن الصيام بيخلينا يعني المسألة مش إنك ما تاكلش وخلاص، لا، المسألة إنه حياتك مع الله بتبقى مرتبطة بيه ارتباط مباشر، وانت ما بتاكلش عارف انا مش باكل علشان انا سايب مثلا النهارده مش هاكل حلويات او هصوم انقطاعي لمده يعني كام ساعه مثلا يعني. لكن المساله مش انك تسيب الاكل، المساله انه قلبك يتطهر امام الله. انا دايما بحب اعمل حاجه، لو يعني لو انت هتصوم مع اهلك او من اجلهم، صوم واشرب ميه او كل حاجه في وسط النهار، ما تصومش زيهم، ما تصومش بالطريقه دي، لكن لانه ربنا مش فرض علينا ان احنا يعني نعطش ونجوع لحد ما نموت، مش الكلام ده مش عندنا خالص، مش في الكتاب المقدس. في سفر اعمال الرسل التلاميذ صاموا، الصيام دايما بيجي قبل عمل كبير، احتياج أمام الرب. فالتلاميذ صاموا ووضعوا الاحتياج أمام الرب، والرب استجاب وحصل تغيير في الكنيسة وبداية الكنيسة. فالله احنا لما بنقعد قدام الله، الله يغيرنا احنا، مش هيغير رأيه، لا، ربنا يغيرك انت بالصيام بأنه يعرفك شخصه ويعرفك إرادته ويقربك منه ويغير طريقة تفكيرك. خصص وقت لي وحده علشان روح الله يفهمك ويعلمك إرادة الله في حياتك. في يعني واحد باحث كبير قوي معروف في العالم كله وأستاذ في الكتاب المقدس والدراسات الأديان المقارنة، اسمه رافي زكرياس، قال كده إنه من أروع الأهداف في حياة المؤمن إننا نرى الأمر من منظور الله، وده مش هيحصل إلا إذا كنا نعرفه عن قرب. كتاب كده بيقول الآية اللي هي في إنجيل متى، بيقول متى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم بقى المسيح إنهم دول استوفوا أجورهم، أما أنتم فمتى صمتم فادهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. النقطة الأخيرة في الأمر ده إن رمضان على عكس ما قالوا لنا، هو يعني كانوا يقولوا لنا إيه زمان إنه في رمضان الشياطين مربوطة، لا، ما عندناش أي دليل على الحكاية دي على فكرة، وبرضو تشوفوها في حلقات رمضان السابقة، لكن إحنا نعلم تماما إن الخناقات بتزيد وإن الشيطان يكثر فيه من الشر. بتشعر ان كل الشياطين مثلا بيشتغل وقت اضافي، خناقات ومشاكل، ويعني تلاقي كل واحد يقول لك يزعق ويتخانق ويقول لك اللهم اني صايم، كلنا عملنا كده. مهمتنا بقى كعابرين، كمؤمنين، ككنيسه موجوده في وسط هذا الشر يعني السايب على الناس، ان احنا نحارب هذه الارواح الشريره ونحارب في الصلاه
أمام الله. الحرب الروحية اللي جاية ضدنا شديدة من العدو، لكن إحنا مهمتنا إن إحنا نصلي من أجل اللي حوالينا ونحارب هذه الأرواح ونطردها. أوكي؟ الصلاة المحددة ضد كل روح شر يضايقه، ده دور الكنيسة وشعب الرب. عايز أطلب من كل حد بيسمعني النهاردة أنكم من المؤمنين والعابرين أنكم تصلوا للمسلمين اللي حواليكم، لكن كمان صلوا للعابرين اللي في ضيق في وسط عائلاتهم وأشغالهم. خلينا نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب أنا برفع أمامك الوقت ده، الوقت القادم في حياة العابرين. أولا بقول لك يا رب أنت تعلم وترى الآن كل واحد وواحدة منهم، إخواتي اللي سألوا واللي في قلوبهم السؤال وما سألوش واللي لسه الرسالة حتوصلهم. الرب النهاردة يعطيكم كل واحد منكم نعمة خاصة في اسم يسوع، للاحتمال، للفهم الروحي، للتثقل بالصلاة من أجل أهلكم، للتحرر من أرواح الشر المحيطة بيكم، لفهم روحي أعمق من قدراتكم الشخصية ولكن بعمق روح الله المحب اللي بيغطيكم ويكفلكم ويحميكم ويجد لكم مخرج في كل وقت. في اسم يسوع يا رب بصلي حماية لإخواتي العابرين في هذا الوقت، أصلي نعمة يا رب، وأصلي خلاص وثمار في عائلتنا كمان يا رب. في اسم يسوع أرفع عائلات العابرين الناظرين إلينا يا رب بألم، أو الناظرين إلينا باستعجاب أو بتساؤل مالهم دول، أو الناظرين إلينا بغضب. يا رب أعطينا نعمة في عيونهم حتى يروك أنت من خلال كل كلمة وكل عمل نقوم به. يا رب أصلي أن في هذا الشهر اللي هو يعني الشيطان بيستخدمه أن أنت تكون واضح فيه، وإنه يحدث خلاص في عائلات العابرين، أزواج وزوجات وبنات وأمهات وعمات وخالات يخلصوا لمعرفة يسوع المسيح وخلاصه الأبدي ورحمته الأبدية. رب صلي من أجل الكنيسة الآن والاضطهاد اللي يقع عليها. يا رب نصلي إنه أنت في اسم يسوع تحجز روح الشر اللي بيطلقها الشيطان في الشهر ده، انه اي روح شرير يقوم بالضرر ضد الكنيسة في اسم يسوع باي شكل من اشكال العنف يقطع الان يا رب، ويمنع هذا العمل تماما ويلغى تماما هذا العمل، وانك انت تأتي ببركاتك على اولادك في اسم يسوع المسيح اصلي. امين. الرب يعطيكم نعمة، أنا متأكدة أنه ربنا هيديكم استجابات، أنا متأكدة أن الله هيعمل معجزات في حياتكم، وعايز أسمع المعجزات دي، شجعونا بيها في اسم يسوع. مع كل صلاة معجزة، مع كل يوم تقدميه للرب معجزة، مع كل بركة تعطيها للي حواليك معجزة في اسم يسوع المسيح. أمين. الفقرة الثانية بقى في حلقة النهاردة عنوانها هو عنوان الحلقة، الصورة اللي كانوا عمالين يحطوها وأنا بتكلم بقى هي دي الصورة بتاعت حلقة النهاردة، صورة ألوان الطيف. الأسود ليس من ألوان الطيف. أوكي. الأسود لون إحنا فاكرينه لون، لكن الحقيقة بقى مفاجأة، الأسود مش لون خالص. بس هقول لكم ليه أنا سميت الحلقة باللون ده بعد كده. الخطاب الديني عبارة بنسمعها، سمعناها بقى من بعد 25 يناير، خلاص تقدروا تشيلوا الصورة. سمعنا العبارة دي بعد ظهور الإخوان والسلفيين. الإخوان والسلفيين ظهروا بحرية في الإعلام بكل صوره، وحصل عندهم انفتاح اقتصادي كده، يعني طبعا قصدي يعني حصل عندهم حالة من الحرية بعد 25 يناير، يعني طلعوا بقى يتكلموا ويعلنوا كل المفاهيم بتاعتهم بحرية بقى. خرجوا كل العلوم الإسلامية والحقائق اللي هم عارفينها ومتأكدين إلى النور، مؤكدين إن كل ما نعلمه ونعلنه على برامجنا في قناة الحياة من 2003 ل 2011
كل السموم اللي احنا اخرجناها لكم على كل البرامج اللي عملناها من 2003 ل 2011 دول اكدوا عليها السلفيين والاخوان. المشاكل الكبيرة في العقيدة والتعليم الإسلامي من فكر تجاه المرأة إلى السلطة إلى المجتمع، المسيحيين، الجهاد وغيره، ده طبعا يعني كشف للناس مدى قبح هذا التعليم. بس قالوا إيه بقى؟ دول لازم الناس بقى، رد فعل الناس أما شافت كده حصل إيه؟ قالوا ده لازم الإخوان والسلفيين هم اللي يعني طلعن لنا بالكلام ده، يعني مش معقول يكون دي الحقيقة. لكن حصل حاجة تانية مواكبة بقى في هذا الوقت، إنه الأزهر ما قدرش يختلف معاهم، مش عارف يغلطهم، ما قدرش يقول السلفيين غلط ولا الإخوان غلط، ده الإخوان والسلفيين موجودين جوه الأزهر وفي مراكز قيادية، لحد بقى ما ظهر الرئيس السيسي في مصر مثلا بحملة تجديد الخطاب الديني. بدأت هنا محنة الأزهر ومرحلة المقاومة ثم التخبط ثم التلون. خليني بقى أوريكم مرحلة المقاومة. الصورة الأولانية دي اللي انتوا شايفينها هي نكتة، تعال بقى نجدد الخطاب الديني والنبي تيجي، حلفتك تيجي، والشيخ اللي هو بيمثل الأزهر يقوله إن لا لا، جهود حثيثة لتجديد الخطاب الديني، لكن الأزهر كان يعني ممانع واحنا كويسين ومالنا ومحدش هيقول لنا نعمل ايه، ونحن القادة ونحن الحصن ونحن الصرح بقى وكل الكلام ده، حفظنا احنا الحكاية دي، كلمنا عنها كتير. المرحلة التانية الشيخ المودرن بقى، تجديد الخطاب الديني، مشينا من الشيخ ابو عمة ودقن للشيخ ابو سكسوكة والشعر مسبسب، وما ننساش الشيخ ابو عضلات وفانيلا قصيره، واللي طالع لك دلوقتي بيتكلم يعني كانه طالع من الجيم وحاجات زي كده. وبعدين الصوره الاخيره بقى، دي المرحله اللي احنا فيها بقى، الخطاب الديني بالالوان، التلوين، تلوين الخطاب الديني. خليني اقول لكم بقى حاجه عن الالوان، خليها في بالنا واحنا بنحاول نشوف كده محاولات التغيير. الاسود هو اللون المفضل للاسلام منذ عهد محمد الى عهد البغدادي، حفيده البغدادي، عندنا صورته لو تحبوا تشوفوا بقى ايه بال يعني في ثوبه الجديد دلوقتي، اخر صوره لي وهو طالع بقى شبه جده، عنده الدقن الحمراء المسبوغة وملزلز كده ومتغذي وكل حاجة. ادي البغدادي من عهد محمد الى عهد البغدادي. واحدة كتبت لي انه الاسود افضل الالوان لان الله اختاره، واحدة كتبت لي كده تحت اعلان الحلقة، تقدروا تشيلوا الصورة. وهي بتقول كده لانه الحقيقه احنا عارفين انه الاسود اختيار المسلمين للرايه بتاعتهم من يعني من عهد محمد، هو كده لا اله الا الله على رايه سودة. لكن الحقيقه انه الاسود ده لون القتامه والظلمه، هو في الحقيقه علميا لا يعد لون خالص. الاسود انعدام اللون، الاسود هو انعدام اللون، يعني فيهوش الوان لانه ما فيهوش ضوء، ما فيهوش نور لانه ما بيعكسش اي نور. الظلمه هي اللي بتمثل السواد، الاسود ظلمه. الظلمه والعدم والشر مرتبط بالسواد. خليني اخد مكالمه وبعدين ارجع اكمل لكم الفكره بتاعتي. معايا الاخ ايوب. اهلا اخ ايوب، ازيك؟ سلام المسيح معاك. الله مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك اخويا، اتفضل. الله يخليك. اول شيء حابب بس اعرج على اللون الاسود وبعدين ارجع على رمضان شهر الشيطان. طيب اتفضل. من المستغرب اني قلما تجدي ورده بلون اسود. ايوه ورده. الا زهجنوها. نعم.
حتى هو كتعبير رمزي عن الحقد والكراهية، يعني الورد السوداء يستعمل بالقصص بالروايات كتعبير عن الحقد والكراهية الآخر. بالنسبة لرمضان شهر الشيطان، أنا عندي قراءة لآية كتابية أعتقد مرتبط بالموضوع مباشر بسفر إشعياء. كينج جيمس فيرجن بيقول لوسيفر، باقي الترجمات بتقول ستار اوف ذا مورنينج. بالاصل العبري هي اسمه هلال، هلال هي نفسها بالعربي هلال، وهي ليست صدفه ان الهلال هو الرمز المقدس عند المسلمين. فهمت. الشيطان هو الهلال بالنص العبري هلال، ولوسيفر بكينج جيمس فيرجن بيقول نجمه الصبح، وله علاقه بالصبح. زهرة الصبح. السحور هي أحد جمع للسحر. أسحار سحور. هي جمع صحيح تماماً. طيب ضربتك كويس. هي جمع العربي. فسحور أسحار هي جمع لكلمة السحر. ومن خلال أيام الظلمة وأيام الإظلام كان لي كثير من الأصدقاء الشيوخ كان بيتنشطوا بوقت السحور، بيقولوا أنسب وقت لعمل السحر. كان بيشوا البيضة بيحرقوها، بيحفروا البيضة بيحطوا فيها ما أعرف أشياء. أنسب وقت لعمل السحر هو وقت السحور، وقت الأسحار. أوكي. فهذا إثبات أن رمضان فعلا شهر السحور بيشطوا فيه عبادته. للأسف يعني هو وقت للسحر أو الأسحار أو السحور هو وقت الشيطان، ساعة الشيطان حصرا يبدأ به النهار وينتهي به اليوم. طيب أنا يعني دايما بحاول أن احنا الحاجات اللي حضرتك قلتها دي موجودة، خليني أقول أنه يعني أنا ما سمعتش كل الكلام اللي قلته، لكن بعض الحاجات اللي أنت قدمتها دي موجودة فعلا، ورمضان كان موجود من قبل الإسلام، والعادات والتقاليد دي كانت موجودة. لكن أنا دايما بحاول أنه إن إحنا يعني نلتزم على الأقل بأننا نتكلم عن المعتدل من اللي هم يقبلوه من القرآن والسنة. هتلاقي أنه حتى مع ذلك هتلاقي أن هناك مشاكل كتيرة جدا. أيوب إحنا أنا ما اتكلمتش معاك بقالي فترة، فأنت فين اليوم من طريقك في البحث عن المسيح؟ سؤال بحب ما نحكي فيه على الهواء بنحكي ليدر. سؤال ايه؟ ما نحكي على الهواء بنحكي لاحقا. طيب خلاص نحكي لاحقا، ماشي. alright. ربنا يباركك واشكرك، وبنصلي من اجلك ومن اجل عيلتك. شكرا على اتصالك. طيب شكرا كيلا لك. شكرا، باي. طيب خليني أرجع تاني لموضوع اللون الأسود. الفرق بين الأبيض والأسود، لما نتكلم عن الفرق بين الأبيض والأسود هيفهمكم يمكن أكتر ليه أنا اخترت الألوان كيعني شيء مهم نفكر فيه في الحلقة دي. الأسود هو انعدام اللون، لكن الأبيض يجمع كل الألوان. الأبيض مكان تلتقي فيه كل الألوان، منبع كل الألوان. تلاقي يعني على مدى في العصور الماضية كلها الأسود بيمثل الشر، الأبيض يمثل الخير. تقولك أنا مستنية الفارس اللي هيجي لابس أبيض فأبيض وراكب حصان أبيض وكلام من ده، لأنه ده الخير الجمال المستقبل. لكن الأسود هو الشر، هو الأذى، هو الشيء المخيف. علشان كده مش هتلاقي انه الاسود جزء من الوان قزح ابدا، اللي الرب استخدمه علشان يكون علامة للسلام بينه وبين الناس بعد الطوفان. هنتكلم في النقطة دي بعد ما اخد المكالمة. معايا مكالمة من الاخ عيسى. اهلا اخ عيسى من لبنان. عيسى أنا مش عارفة هو سمعني؟ ألو. أهلا عيسى، تفضل. سلام المسيح أخت أماني. سلام ونعمة ليك أخويا، أهلا بيك، تفضل. أخت أماني عندي ثلاث نقاط، تفضل. ممكن بكل اختصار أطرحهم. بكل اختصار. أولا الأحباء، نعم. الأحباء المسلمين
ممكن بس يفهم أي شخص، ممكن حتى اللي كان عابر أو غير عابر، وبالأخص الأخوة العابرين، أن الله لا يريد شيء منك كأكل وشرب، ولا يريد أي صيام، بل هذا لإلك أنت شخصيا. الإنسان يصوم عن نفسه، الله ما بده لا إنسان لا يأكل ولا يشرب، مظبوط. لإله لا الله، لا شخص الله، شخص الإنسان. ثانيا، المؤمن العابر أو العابر، كما سبقت أخت وتكلمت عن الأخوة العابرين، وهم داخل منازل وداخل معامل وإلى آخره. الله يعرف ما في القلوب، الله يعرف حاجة كل شخص وكل أخ وكل أخت. مظبوط. ولكن مهما خبى الإنسان، مهما خبى سوف يلمع، في أحمق الظلام سوف يظهر. المؤمن بده يظهر عليه علامات الإيمان، والإيمان بشخصه بيفعل الإيمان من خلال الصلاة، من خلال المعاملة الحسنة، من خلال التواضع كما تواضع المسيح، ونسلك كما سلك ابنه اللهي. نعم. اليوم الأخوة المؤمنين العابرين بيعيشوا حياة كتير كتير صعبة وكتير ذليلة. نحن نصلي باسم يسوع المسيح في اسم أن يسوع. الرب يترقف، لأنه من عرف فكر الرب ومن كان له مشيرا. نحن نثق بالإله القادر على كل شيء. نعم. صلاتي في هالمساء أضم صلاتي لصلاتك وصلاتك الأخ وأخت في لبنان وفي أي دولة في العالم، أمين. أن الرب ينظر إلى الطباع وينظر إلى الظلم الذي يلحق بهؤلاء النجوم. نعم. الرب يبارك كل شخص، وبارك كل أخ وكل أخت، ويباركك شخصيا، وبارك البرنامج باسم المسيح. ويباركك شكرا أخوي جزيلا. عيسى، شكرا على صلاتك ومحبتك وكلمات النعمة اللي قدمتها لإخواتنا، وأنا معاك النهاردة. أيوة، إحنا بنمر بحاجات صعبة وإحنا في وسط أهلنا، لكن الهدف إنه نور المسيح يظهر للأهل، حتى لو كان التمن انه تضحية هيكون من ناحيتك او من ناحيتك باي صورة من الصور. الهدف انك تظهر حق الله. يعني لا تنكر المسيح، اوعى تنكر ايمانك، اسعى لان ايمانك يظهر في توقيت الرب. بشكرك اخوي عيسى والرب يباركك. خليني اروح لنقطة، النقطة هامة بعد كده. احنا اتكلمنا عن الفرق بين الابيض والاسود، وانه قد ايه الاسود ده يمثل الظلمه اللي موجوده في الاسلام. ولكن دلوقتي كل الشيوخ بقى الاتجاه الجديد، احنا في مرحله التلوين بقى، عاوزين يلونوا الشكل العام لما يقدمه الازهر وما يقدمه الاسلام. بالتالي في عندنا شيخ طلع يعني ب فتوى، هو بيقول مش فتوى، هي تعليق، هو حل، هو رأي، يعني على كل الأحوال طلع برأي، هشيلها من فتوى الرأي. بيقول لك إيه؟ إنه الراجل إذا لم يطيع زوجته ويعملها كويس، الملائكة كمان تلعنه، وقامت الدنيا ما قعدتش. ليه بقى؟ لأنه سيدنا الشيخ هنا بقى بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الحديث اللي هو الحديث اللي بيقول إنه الست إذا لم تطع زوجها الملائكة تفضل تلعنها من طول الليل لحد الفجر. فالشيخ بيقول لك لا، والراجل كمان الملائكة تلعنه. خلينا نشوف تعليق الشيخ. ينضم إلي من القاهرة الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر والأوقاف. مرحبا بك شيخ محمد. ما هو دليلك الشرعي يسألك المغردون على ما قلته في البرنامج؟ الإسلام الكريم يقوم على مقابلة المثل بالمثل، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. يتحدث القرآن دائما ليس عن الذكورة والأنوثة، وإنما يتحدث عن الرجولة التي يؤسفني أن أقول إنها انعدمت في أوطاننا الإسلامية والعربية إلا ما رحم ربي. طيب إذا شخص خلينا نوقف متزوج الفيديو أكثر في من واحد، دقيقة.
الشيخ الحقيقة هنا بيحاول ان هو يعدل الفكرة، ويقول لك احنا ما بقصد الدين الاسلام بيتكلم عن الرجولة. فين الاسلام بيتكلم عن الرجولة؟ هو بيتكلم عن الرجولة يعني بطريقة مختلفة. هو عمل كل حاجة علشان تعين الراجل انه يكون عنده سيطرة كاملة على عيلته، على النساء اللي في عيلته وعياله وكل حاجة. دي مش هي دي الرجولة، مش هي دي الرجولة ابدا. يعني انا ايه اديني دليل عن الاسلام بيتكلم على الرجولة؟ وبعدين مرة تانية دايما الشيوخ بيكلموا بياخدوا الاحاديث ويحطوها في غير مكانها. فاكرين الحديث اللي استخدمه برضو عبد الله رشدي، النساء شقائق الرجال، كان مستخدم في ايه يا جماعه؟ الحديث ده قلناه، ارجعوا للحلقه اللي فاتت بقى، كان مستخدم في ايه؟ بيتكلم عن الست بتحتلم زي الراجل ولا لا؟ ملوش دعوه بانه لهن مثل الذي عليهن. طب أسألك سؤال، فين التساوي اللي ممكن أنت تقول أنه ممكن يحصل 50% و50%؟ ماشي يا سيدنا الشيخ، يعني حضرتك لما تيجي تخرج من البيت هتستأذن مراتك برضو؟ ما هي لازم مفروض عليها تستأذنك. طب بلاش، أنت لما تطلب زوجتك للفراش هي ما تقدرش تقولك لأ؟ هي برضو تقدر تعمل كده ولا بيقول لك انت ممكن تسيبها لحد 4 أشهر؟ مسافر بقى مش مسافر، يعني معلش، فين 50% وال50%؟ طب بلاش 50%، الست تتجوز زي ما انت بتتجوز برضو ولا ايه؟ ليه بنتكلم كلام بس؟ يعني ده الواحد ممكن يقعد يعدد بقى وحدث ولا حرج. ليه بتقولوا كلام انتوا مش قده؟ علشان كده كل العالم طلع وقالك الراجل ده بيغير ما هو معروف بالثوابت من الدين. حقيقة ما تقدرش تغيره، اللون ده فنش منك معرفتش تعمله، ده اللون ده بقى عامل زي ما تكون كده. يعني في صورة كده عن الألوان، خليني أوريها لكم، عملت لكم لوحة كده يعني بدائية عن الألوان. بصوا كده على اللوحة دي، شايفين انا جبت ورقه سودا وحطيت عليها الوان الطيف دي اهو، قعدت اخطط كده بالالوان عليها، هتلاقوا ان كل لون حطيته على الصفحه السودا ما طلعش اي حاجه كده، عامل زي الشبوره عليها، عامل زي الضباب عليها، لانه لا يمكن انك تلون الاسود ان لم تغطيه بالابيض بنظافه الله. علشان تنظف الإسلام لازم يتشال من جذوره، هنتكلم على كده. شايفين ممكن انك ترسم عليه بقى لو غطيته بالأبيض، تحط عليه كل الألوان تبان تبقى زي الفل، لكن اللون اللي حضرتك حطيته ده عامل زي البرتقاني ده اللي موجود، ما فضلش منه غير الحروف بس، لكن الباقي وقع. كملوا الفيديو. سؤال جميل، ولذلك أقول إن الإنسان إذا أراد أن يعدد الزوجات الإسلام يوجب عليه العدل، حتى في النظرة، حتى في البسمة، حتى في المبيت، حتى في الطعام، حتى في الشراب. فإذا عجز عن هذا حرم عليه التعدد، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط العدل في القرآن، ثم حكم قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحذر هذا الرجل الذي تغضب عليه إحدى زوجاته لأنه لم يستطع أن يعدل، أنه يجيء يوم القيامة وشقه مائل بين يدي الله. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان متعددا في زوجاته، غير أنهن بأكملهن كنا يرضين عليه. لماذا؟ لطيب خلقه ولحسن معاشرته. لك أن تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فخذه للسيدة صفية لتصعد بقدمها على فخذه حتى تستطيع أن تصعد على الجمل، لكنها أبت احتراما لرسول الله وتضع ركبتها على ركبتيها. طبعا بي بي سي تريندينج عملت المقابلة دي مع الشيخ. عايز أقول حاجة، يعني أولا يعني محاولة التلوين اللي عملها الشيخ هنا ضربت في وشه، فرقعت في وشه، لأن المسكين اتهاجم بشكل غير عادي.
اوكي. اولا انت عمال تقول محمد بقى وزوجاته وهو اللي كان عدل وعدل في... ده هو نفسه قال له مش قادر اعدل في قلبي، انا مش قادر. ويقول لك كانوا كلهم فرحانين وفرحانين، انت تضحك علينا؟ دول كانوا بيشتموا بعض ويرموا بعض بالتراب، ومحمد يحدفهم بالتراب ويقول لها قولي لها واشتميها، يقول لزينب تشتم، يقول عيشة تشتم زينب ويقوم زينب على عيشة ويكسر قلب حفصة ويخونها مع الجارية. يعني فين بقى؟ لا وأم سلمة المسكينة، يعني فين اللي كانوا فرحانين وسعد عشان طيب الأخلاق و... ده كان بيقعد يتسلى بيهم. فين الكلام ده كله؟ ما هي القراءة اللي انت بتقراها يعني في حياة محمد عشان تدينا النتيجة دي؟ طبعا غيرت ما هو ثابت من الدين. طب بص بقى يا سيدنا الشيخ، هقول لك حاجة، التعليم الإسلامي أنتج إيه في عقلية الراجل بالنسبة للمرأة؟ إيه الإنتاج اللي موجود قدامنا دلوقتي في عقلية الرجال اللي بيبصوا للمرأة في العالم الإسلامي؟ أنا عايز أعترف أنه بصراحة في تغيير، في تجديد في الأمر، بس تجديد للأسود. نحن في اتجاه السواد مش في اتجاه الإصلاح. خليني أوريكم فيديو توعوي اتقدم في مؤتمر للميديا في عمان، وأنا خدت الفيديو زي ما هو وحطته لكم عشان تشوفوا المصدر بتاعه إيه وكلكم تتفرجوا عليه. الفيديو ده فيديو البرتقانة المخلة بالأداب، تفضلوا. واحد صفر اثنان حول. نعم سيدي اسمعك، حول. تم العثور على برتقال غير صالح ومخل الأداب. نعم سيدي تم الاستلام، شكرا لك. أوه أسوم، شو الأخبار؟ والله الحمد لله حبيبتي، كيفك؟ يا أخي ما أعرف اليوم، أحس إني كان مظلم. أحسن أخذ راحتي. إيه؟ شو تسوي الناس بتشوف عليني؟ عادي، حرية شخصية طبع جمالك أكثر، أصلاً لازم تقول. لا والله إيش الكارث؟ أوف أوف، يا الله أحس بغربي. عادي لا تخاف. أوه. أوه. ما ينقوا مكان لهنا يعقوها؟ لا إله إلا الله، ما أعرف من عقلهم منهم. التعليق الأخير في جمالك في احتشامك، مع أنه يعني تعليق بسيط بس على الموضوع ده. هو على فكرة لما يجي لما كان حيدوس بالشبشب الشيك اللي هو لابسه ده، أنا مش فاهمة إيه عقدتنا مع الشباشب، ليه الرجالة بيلبسوا الشباشب دي؟ حاجة مش عارفة أفهمها، لكن ما علينا. داس على اللي مش متأشرة. طب دوست على اللي مش متأشرة ليه؟ زي ما انتوا بتمشوا في الشوارع تبصوا للستات المنقبات مش بس المحجبات. دوست على اللي مش متأشرة ليه؟ عشان يقول لها يا اللي مش متأشرة، يا اللي متغطية ومنقبة، ما تمشيش مع السفرة، أصل السفرة دي مكانها الزبالة، دي سيبيها لنا نتسلى بيها في الشوارع. لما توصل انه في محاكم الدول الإسلامية لما اما الست تاخد واحد وتقول ده اتحرش بيه في الشارع، يقول له عشان انت لابسة، عشان انت شكلك، عشان انت بتعملي. لو 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 استج... لو ال... ال... البنت ماشية في الشارع في الشوارع الدول الإسلامية وقالت للعسكري الحق ده بيتحرش بيه، يقول لها بصي روحي اضغطي ولا البسي ولا اتحجبي ولا ايا كان، ولا حتى اقصاها انت اللي ماشيكي في الشارع لوحدك. ويظل
يعني محاولاتكم للتلوين تقودكم إلى أكثر سوادا. ها؟ بقى الناتج أسود، الناتج ظلمة وظلام، الاثنين واحد، مش عارف. يعني إزاي البنات اللي صوتهم طالع في الفيديو ده قدروا إن هم يحطوا أصواتهم على فيديو زي ده؟ ويا ترى يعني واحد زي ده اللي عمل الفيديو ده الإبداع بتاعه بقى، يعني ده يعني يقدم فيديو زي ده في مؤتمر بيتعلموا فيه إزاي يعملوا ميديا. أنا مش فاهمة الناس اللي موجودين ستات ورجالة كانوا اتعاملوا معاه إزاي. أنا مش فقة عليه، مش فقة إن ده ذهنه، مش فقة إن ده تعليمه. وصلي إن الله يعطيه شفاء حقيقي وإنه يرى حرية الله الحقيقي ومحبة الله لي بصفة شخصية. خليني أوريكم بقى نوع آخر من التلوين والتلون. في مشكلة في موضوع الأذان والميكروفونات دلوقتي في مصر، وفي أيضا دول عربية أخرى ودول غربية من زمان فيها المشكلة دي. الناس بترفض حكاية الأذان في الميكروفونات. السلفيين بقى قاموا وقعدوش، لكن كمان شيوخ الأزهر كانوا زمان بيقوموا وما يقعدوش عشان الموضوع ده. خلينا نشوف الفيديو بتاع الشيخ خالد الجندي، وفي بقى إيه الشيخ بلونين، يعني شايف هنا عمة وهنا يعني وهنا طاقية بس من غير. تفضلوا. أنا لا أعلم هناك ما هو أقبح من الصوت العالي ده. ربنا ما جابش تشبيه زي إن هو الصوت حمار. الحمار فقط هو اللي صوته عالي، ومحدش يزعل من التشبيه ده. القرآن اللي قاله، قال له واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في سورة لقمان. هو صوت الحمار بس اللي عالي. احنا يا جماعة ايه حكاية الميكروفونات؟ وبعدين يا جماعة انتم مش مصدقين، احلف لكم على ايه عشان تصدقوا؟ ان يا ارباب المساجد، يا قائمين على شؤون المساجد، احلف لكم بايه ان في مرضى، احلف لكم بايه ان في ناس قاعدة بتذاكر. يا جماعة مش معقول الكلام ده. يعني كفانا بقى. ده سيد الوزير أوقاف لما قال توحيد الأذان قاموا عليه كأن إن الدين عند الله الميكروفون. قاموا عليه كأن الميكروفون ده إيه يا جماعة في إيه؟ وتسمع تدخل الأصوات المصيبة اللي بتحصل دي، ده كلام فعلا هنتكلم عنه باستفاضة. لكن فعلا أنا مع الأستاذ عماد في هذا الملحظ الهام. كفاية ميكروفونات، وطوا الميكروفونات بالراحة على الناس، بالراحة على الناس. الصوت العالي بيجيب مصايب أعلى، الصوت العالي بيجيب كوارث أعلى. يعني مش كفاية النكسة والكارثة اللي بيحاربوا بها الأذان؟ مش كفاية اللي عملته إسرائيل في التصويت بتاع الكنيسة لما منعوا الأذان في بيت المقدس، في المسجد الأقصى، في فلسطين، في المسلمين اللي هناك للأسف الشديد اللي ما بيسمعوش الأذان بتصويت من الكنيسة دي؟ في رقبة مين؟ رقبة كل اللي قالوا ان الاذان مزعج، ان الاذان الاذان اللي هو شعيرة الاسلام، الاذان اللي هو رمز الدين، الاذان اللي هو فخر الامة، الاذان اللي هو تاج رؤوسنا، الاذان اللي هو مطردة للشيطان، الاذان اللي هو رمز هذا الدين ورمز هذه الامة، بقى الاذان وهو اللي هيزعج الناس او الجيران او خلافه. خليني اسالك سؤال، هل يمكن ان احنا نقول انه الفيديو ده نقدر نقول ان هو ده يعني اللي بيقول لنا ان الاسلام يواكب العصر؟ ويعني نقدر نقول كده؟ بس نقدر نقول انه يواكب العصر في التناقض الواضح امامنا. نرى حيره الشيوخ ازاي بيلونوا الاسلام بلون عصري، بس ايه عايزين يلونوه بلون عصري لانه مجبر اخاك لا بطل. الأزهر الآن في حالة طوارئ، لأن الإعلام بيواجهه بلا رحمة من على هذا المنبر وكل المنابر الأخرى اللي عندها بعض الحرية. يعني مش عارفين يعملوا إيه. عشان كده في اجتماعات طوارئ الآن لتجديد الخطاب الديني. خليني نشوف كده الصورة اللي جاية دي، صورة شيخ الأزهر الشيخ الطيب مع برهامي والسلفيين. الصورة، صورة شيخ الأزهر. أوكي. لا مش ده،
ده يعني ده كان خبر تاني. خلينا نروح للي بعده، انه كمان منعوا لكم التراويح على يعني، او ده من ضمن الحاجات اللي يعني اريح لدماغكم بصراحه. شايفين برهامي قاعد بيضحك ازاي بقى جنب شيخ الازهر؟ ده الاجتماع بتاع تجديد الخطاب الديني. يعني انا مش عارفه انت قاعد مع الناس دي هتجدد معاهم انه خطاب ديني؟ انا تخيلت كده برهامي قاعد بيضحك ويقول له ايه، ورينا بقى شطارتك بقى يا شيخ، يا يعني يا سعادة الشيخ هتعمل لنا ايه، هتغير ايه من ثوابت الدين علشان تجدد الخطاب الديني. اللي قاعد جنب شيخ الازهر ده بيقول ما تسلموش على المسيحيين، ما تضحكش في وش مراتك المسيحيه، ما اوعى تحب مراتك المسيحيه، جوز البنت وهي عندها 9 سنين، كل الكلام ده كله هتعمل فيه ايه بقى يا شيخنا؟ ويعني بمعنى اخر شيخ الازهر كده يعني بيقول له، يعني برهامي بيقول لشيخ الازهر كده ما تقدرش، والطيب في ذهني قاعد يقول انا اللي جبت ده كله لنفسي. الصوره اللي بعد كده اللي انتوا حطيتوها دي هي صوره اعلان الشيخ الطيب النهارده اللي طلعت النهارده عن انه هيعلن عن نتائج هذا الاجتماع بعد العيد. انا هقول لكم النتيجه من دلوقتي، النتيجه هتكون لم ينجح احد، لأن التجديد لا يمكن أن يحدث في السطح فقط، بل يجب أن احنا نعود إلى الأساسات. وفي الإسلام كل ما نحفر كل ما نجد مشاكل، الأساس كله في مشاكل، الأساس يجب أنه يبتدي على بياض. هقول لكم أنا ليه اخترت المقارنة دي في الألوان، لأنه ما ينفعش تاخد ألوان الطيف وتحطها على الأسود، تحطها كده على طول، هتكون النتيجة برضو أسود. لو جبت حيطة سودة مش هتقدر تحط عليها لون إلا لما تغطيها بالأبيض تماما عشان تقدر تحط عليها أي لون فتشرب الألوان وتبقى شكلها مبهج. الأساس يجب أن يبنى على نور وليس ظلمة. غير بدلة بقى، غير عمة، غير تقليد، يعني الأساس ظلمة وتعليم فاسد، لكن النور فقط يطرد الظلمة خارجا. المسيح وتعاليمه هو من الوحيد اللي يقدر يغير الشكل العام والحقيقة والواقع اللي موجود في الدول الإسلامية. المسيح فقط هو من يستطيع أن يأتي بشفاء لكل الخراب اللي موجود من سموم التعليم الإسلامي الموجود حوالينا دلوقتي. أنا هعدي الفيديو اللي جاي، خليني أخد الفيديو الأخير. الفقرة الأخيرة الحقيقة في حلقة النهاردة هي عن فكرة الإرهاب. الإرهاب مازال موجود. إحنا شفنا في الأسابيع الماضية أنه كان في حملات إرهابية وقتل الناس في سريلانكا وفي نيجيريا، ويعني اللون الإسلامي الثابت اللي بيميز هذا الفكر عن كل عقيدة إيمانية أخرى هو الجهاد أو الإرهاب. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، وعايزاكم تسمعوا كويس قوي. الراجل ده من طالبان وبيقول الحقيقة، بيقول الحقيقة اللي هو يعرفها عن ما تعلمه من الجهاد الإسلامي. نسمع. قابلت عدة أسرى روس، قلت لهم ما الذي تخشونه؟ قالوا نحن نخشى من الذبح. والله واحد قال أنا كل ليل هو في مطار روسي محاط بالطائرات، الصواريخ، الدبابات، الأسلاك الشائكة، حقول الألقاب. قال ما وضعت ذات ليلة رأسي على الوسادة إلا وأظن أن مير محمد القائد في الجبهة التي بجانبي ما عنده 200 واحد من المجاهدين أن يأتي ويذبحنا في الليل. والمجاهدون بحبوا الذبح بالسكين، بحبوا الرصاص. ليش يا جماعة؟ قالوا والله ويشفي صدور قوم المؤمنين، يشفي هيك عندما نذبحهم ونرى الدم يشخب منهم يشفي صدورنا. واحد من اللي بيفهموا من العرب ها بحثت عن الذبح وما الى ذلك، قال لي ايش يا اخي الذبح الانسانيه وما انسانيه؟ نحن يجب ان نعلنها، نحن ارهابيون. المسلم ارهابي والمسلم مرعب. نصرت بالرعب،
سيدنا وقائدنا يقول أرسلت بالرعب. دينكم بالسيف؟ نعم، بعثت بالسيف بين يدي ساعة. بالسيف قام، بدون سيف ما في دين. لكن السيف لا يوضع على رقبة الشعوب حتى تسلم أو لا تسلم. السيف لإزالة الطواغيت، وبعد أن نزيل الطواغيت نعرض ديننا على الشعوب، فمن شاء. الفيديو ده موجود على صفحتنا على الفيسبوك، تقدروا تدخلوا تشوفوه بالكامل. شايفين الفكرة؟ الفكرة الإرهابية الدموية السوداء دي ورثها من أيام محمد إلى اليوم. أنا معايا دقيقة واحدة أخد مكالمة. الأخ جرجس سريعا، أهلا بيك، يا ريت تقول لي بس تعليقك سريعا. حافظ عليكي ويبارك. أنا كل عايز أقوله إن هناك ارتباط بين إله الإسلام وبين الإرهاب. نعم. لاحظ إن كل العمليات الإرهابية بتتم يوم الجمعة بعد الصلاة، يا إما في رمضان. يعني كأن المفروض الناس في الصلاة أو في الصيام تتقي الله وتبقى لا، ده بيحطهم هو على القتل بتاعه. أما بالنسبة للسواد فكل حاجة في الإسلام مع السود، مفيش موسيقى، مفيش تمثيل، مفيش فن تشكيلي، كله مسودين، مفيش غنى، مسودين الدنيا كلها. أي يس. أنا بشكرك أخويا جرجس والرب يباركك، شكرا على تعليقك واشتراكك معنا النهاردة. طيب خليني أقول تعليق أخير. أنا قلت لكم أنه الأسود هو الظلمة والأبيض هو النور، والاشتراك بين الفكرة دي وفكرة ألوان قوس قزح أنه يعني الألوان المبهجة دي بتظهر بالنور. ده يعني قوس قزح ده لو مش هتقدروا تشوفوا الألوان دي إلا إذا كان النور هو اللي بيظهر هذه الألوان. الكتاب بيقول كده: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدرك ولم تدركه. المسيح استخدم، الله استخدم في الكتاب المقدس علامة قوس قزح ده علشان يقول لنوح إنه أنا من الآن بقول لك إنه دي هتكون علامة على السلام بيني وبين البشر، إني لا أعود يعني أنهي البشرية بالكامل كده لحد مجيء المسيح مرة أخرى. المسيح لما يجي مرة أخرى أيضا هيجي وفي علامة قوس قزح دي برضو تحيط بيه، والكتاب بيتكلم عن كده في سفر، في آخر سفر في الكتاب المقدس، لأنه الله عايز يأتي في حياتك بسلام ويأتي للبشرية في سلام، عكس تماما ما يأتي به الإسلام. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإرهاب، الفكر الشرير، الحياة اللي تجرك إلى الظلمة، الله عايز يخرجك من كل ده. الكتاب المقدس يعطيك وعد إن الله سيأتي بسلامه لكل من يعرفه. النهاردة لو ما تعرفش المسيح، أنا بدعوك إنك تعطيه حياتك فيكون لك حياة أبدية ويكون لك خلاص اليوم. أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.